وصفتنا اوريجينال اليوم، دائما لما تكون دلال في شيء هيك مختلف، دلال تويست بدي اسميه. بونجور دلال. هاي تينا. اليوم عم نشتغل بالخبز مثل ما شايفين في ديسبلاي كثير حلو قدامنا، عم نحكي مالح وعم نحكي حلو. رح نبلش اول شيء بالمالح. هيك بدنا نخبر شوي تاني عم نبلش وصفتنا اليوم. حبيت اشتغل بالخبز، واليوم بدي اقول للمشاهدين انه حيلا نوع من الخبز، يعني الباجيت المبروم حيلا نوع نحن بنحبه، بدنا مثل ما هون عم بيشوفوا بدنا نفضي، بدنا نوضع شوية زيت مع بقدونس مع ثوم بودرة، نوضعه بالفرن لمدة 5 دقائق على جنب. بنكون اليوم ما في ولا بصل ولا ثوم، بس بدنا نلوح شوية من اللحمة. فينا نشتغل باللحمة المفرومة أو اللحمة مثل الشاورما. بدنا نرجع نشتغل بالصلصة الحمراء. من بعد ما نشيل الخبزة من الفرن لمدة 5 دقائق بدنا نحشيها جبنة موزاريلا إيمانتال، اللحمة بالإضافة للصوص روج، ممكن نضيف شوية من الدراي توميتو، من التومات سوريز، من الحبق. بدنا نعمل 2 ليفل، بدنا نغطيها بالألومنيوم، نرجع ندخلها على الفرن. سو بيتزا بالخبز فينا إذا بدك. إذا بدك وصفتنا الثانية اللي هي كمان وصفة طيبة كتير، تنعمل حتى بصبحية أو غدا أو عشاء، كمان الخبزة. بس اليوم حبيت أشتغل بالخبزة الطرية تينا، يلي قطعنيها مثل ما هون عم بيشوفوا. بدنا نحشيهم شوكولا، اليوم عم نحكي على جناش أو حيالا نوع من الشوكولا الفوندو، يعني الشوكولا الدايب السايل، يلي بدنا نحشي الخبزة. بدنا نرجع على جنب نشتغل بالبيض مع الكريم فخي، شوية من الفانيل. بدنا نغطي وصفتنا، نوضعهم بالألومنيوم بصينية، نغطيهم وندخلهم على الفرن لمدة 25 دقيقة تصير عندنا خبز جراتيني. هلا خلينا نترك السكري على جنب، خلينا نبلش بالوصفة المالحة. شو معمولة وصفتنا؟ كثير مهم انه نجيب صينية، نوضع ألومنيوم، واليوم بدي اقول انه ما ضفنا ولا زيت ولا زبدة على الألومنيوم. جبنا حيلا نوع من الخبز، اليوم حبيت اشتغل بالخبز القاسي يلي فضيناه، ورجعنا مثل ما هون عم بيشوفوا على جنب جبنا. هون فينا نشتغل بزيت الزيتون مثل ما فينا نشتغل بالزبدة، بس لهيك نشجع شوي المشاهدين، حبينا نشتغل بزيت الزيتون يلي فينا تكون دسمة أكثر. صح، فينا تكون دسمة أكثر. وضعنا شوية من ثوم البودرة، واليوم بدي أقول للمشاهدين فينا نستبدل ثوم البودرة بالثوم المفروم، شوية من البقدونس. صح، شو بدنا نعمل تينا؟ بدنا نوضع خبز هون، هنشيل هيدي نوضعها على جنب، هنفرجي شوي المشاهدين كيف بدنا نشتغل وصفتنا. فوالا، لكن نرجع منذكر انه جبنا الخبز وضعناه بالألومنيوم، من بعد ما وضعنا زيت الزيتون او الزبدة او الثوم، شو بدنا نعمل؟ فوالا، بنسقيها. بدنا نسقي الخبزة. سو مزيج من زيت الزيتون، بقدونس مفروم وبودرة الثوم، أو كيف فينا نحط ثوم طازة أو ثوم مدقوق. مدقوق أكيد. فينا حتى نستبدل البقدونس بالكزبرة. بدنا نحمي الفرن وندخل وصفتنا. هون قد ايه بدها وقت الخبز؟ ماكسيموم 5 دقائق، ما بدنا أكثر من هيك. مثل ما هون شفتي وضعنا كمان شوي على الجوانب. أوكي. فوالا. ما بدنا كثير يعني بالبانسو بزياده، ما بدنا اكثر من هيك. هيدي لما تخلص دلال بتتقدم مقطعه، بنرجع بنقطعها بدنا نرجع صح نرجع نقطعها ونقدمها. يعني اذا بدك بيتزا على خبزه، خرج صبحيه، فوالا. لكن نرجع بنذكر انه فينا نستبدل زيت الزيتون بالزبدة يلي كمان بيعطي نكهة. ورا بدنا نوضع خبزة بقلب الفرن لمدة 5 دقائق.
فوالا بدنا نكتفي هون ما هي مفوطة مثل ما هي لمدة 5 دقائق. هلا تينا شو بدنا نحشي وصفتنا؟ سو الحشوة اللي كنا دخلها اللحمة الجبنة وصلصة البندورة. صلصة البندورة صح. صلصة البندورة هلا حنحكي عنها واليوم نحن. حبيت هيك انه حتى نشتغلها قدام المشاهدين. اوكي. بتعرفي هلا موسم البندورة وكثير بيسألوا، نحن معودين نعمل بندورة، اليوم بدنا نعلم المشاهدين انه نعمل صلصة البندورة المطحونة يلي بدنا نوضعها بالفريزر ونشتغل فيها اللازانيا البنة حيلا نوع فينا ننزلها امتى ما بدنا ونستعملها امتى ما بدنا ومتضاين اشهر. هلا خلينا هيك قبل من بعد ما وضعنا الخبز بقلب الفرن لمده 5 دقائق، اليوم حبينا نشتغل بلحمه الشاورما، واليوم بدي اذكر المشاهدين عن جد عم بشتغل باللحمه يلي مثل الشاورما بس هيدي لحمه منا منقوعه، يعني اليوم في اشتغل باللحمه المفرومه، وكمان بدي اقول انه في استبدل بالدجاج او القريديس، حتى فينا نشتغل بس بالخضره. بقى اليوم عم نشتغل باللحمه، فينا نشتغل بالفيليه بالفوفيليه، هذا الذوق يلي ضفنا لها الملح بهار الابيض. هلا بدنا نلوحها على نار مع شويه من زيت الزيتون. أوكي. من بعد ما نشيلها بنحشي فيها الخبزه يلي بنكون شلناها من الفرن. هلا اول ما نبلش نلوح تينا اللحمة يسخن الزيت، بدنا نحكي شوي كمان على الصلصة الحمراء يعني هي أكتر صلصة بتنسأل كيف نشتغل الصلصة الحمراء يلي هي حتى فينا نشتغلها للبيتزا. لكن هون فينا نشتغل بزيت الزيتون، فينا نشتغل بالزيت النباتي، حتى فينا نشتغل بشوية من الزيت والزبدة يعني كمان بيعطي نكهة. فوالا أول ما يحمى الزيت بدنا نضيف شوية لكن هيدي اللحمة بدنا نستويها منيح. ليه؟ لأنه بدنا نرجع بعدين ندخل وصفتنا على الفرن بس لتذوب الجبنة. أوكي. مش لتستوي اللحم. مش لتستوي اللحم. فوالا مثل ما هون عم نشوف نحن هلا عم نستوي اللحمة، فينا نشتغل بالكفتة، باللحمة المفرومة، باللحمة راس عصفور، مثل ما فينا نشتغل بالفيلة. خلينا نترك اللحمة هيك وننتقل شوي للصلصة الحمراء يلي بنشتغلها للازانيا، للبنة، حتى للياخينة، يعني إذا اليوم عاملة بامية حط شوية من الصلصة الحمراء كمان فيني اشتغلها البيتزا، حيلا نوع من الوصفات اللي فينا نشتغلها. من شو معموله وصفتنا؟ اليوم عم نحكي مثل ما هون عم نشوف على 2 كيلو من البندوره الحمراء، واليوم بدي اقول تينا للمشاهدين انه انا اليوم ما بدي اقشر البندوره، مثل ما هي بدي اتركها حمراء مثل ما هون عم بشوفوا، فوالا قطعناها لاربع. عم نحكي على بصله مقشره ومقطعه لاربع، راسين من الثوم صغار يعني حصين ثوم، عود من القرفة يلي بده يعطي نكهة، ورقة غار، شوية من رشة من الملح، رشة من السكر، رشة من جوزة الطيب، رشة من بهار الأبيض، وملعقة صغيرة من الزبدة. كل هول المقادير بدنا نوضعهم بطنجره، ما بدنا نوضع مي ابدا لانه مثل ما بتعرف انه البندوره بتبق مي. كل هول المقادير بدنا نوضعهم بطنجره كلهم سوا، يعني مش بنبلش بالبندوره والبصل، لا كلهم حتى مع الملح بدهم ينطبخوا مع بعضهم. بدنا نغطي الطنجره وبدنا نتركهم لمده ربع ساعه على نار خفيفه. بعد ربع ساعه تينا بدي اشيل عود القرفه، بدي شيل ورقة الغار بس، بدي اترك البصل والثوم والبندورة وكل المقادير سوا، بدي اطحنهم ومثل ما هن نوضعهم بكيس او فينا نوضعهم بحيلا شيء بنحب انه نوضعه بالفريزر. هون بدي اقول للمشاهدين بتركهم شهر 2 3 4 5 يعني بيجي موسم الثاني تبع البندورة والصوص روج بتكون بالفريزر. لكن افتكر صار لازم نشيل الخبز من الفرن.
مدهرون مندهرون بس يب. قبل خلينا مثل ما هون عم نشوف جبنا صينية وضعنا البندورة مع البصل الثوم ملعقة صغيرة من الزبدة يلي بدها تعطي نكهة لوصفتنا وهون يلي ما بحب يوضع زبدة في ما يوضع أكيد فينا نوقف هون نرجع نوضع رشة من السكر رشة من الملح رشة من بهار الأبيض ورشة من جوزة الطيب مثل ما هون عم نشوف كل المقادير سوا بدنا نحركهم مع عود القرفة ورقة الغار بدنا نغطي الطنجرة ونتركهم على نار كتير خفيفة نطبخوا على مهل هيدي هي مش هيك؟ يعني ما بدنا أكثر من 15 ل 20 دقيقة حسب نوع البندورة كمان منشيل عود القرفة منشيل ورقة الغار منطحن نتركها لتسقع هون بدي أقول كمان للمشاهدين هيدي صوص أنا بشتغلها إذا بدي للبيتزا بضيف لها أوريجانو بضيف لها بازيليك حيلا نوع من الأعشاب يلي منحبها حتى الزعتر يلي كمان بيعطي نكهة طيب لكن هون مثل ما عم نشوف إنه اللحمة على طول على نار الخبز دهرته الخبز دهر طيب شو رأيك تينا قبل هلا ما كيف بتبلشي بالحشوة أول شيء اللحمة بالكعب؟ ولا هاي هي مثل ما هون عم بيشوفوا هلا أول شيء بدنا نحط شوية من الجبنة بدنا نحط الصلصة الحمراء من بعد ما نكون طحناها بدنا نحط شوية من اللحمة نرجع نعمل زيت الشيء نسكر هيك هلا شو رأيك سريعا بما إنه بعد بدهم دقيقتين بعد عنا وقت نقدر نستفيد منه لوصفتين نترك اللحمة على نار بعد بدها دقيقتين خلينا بس هيك نفرجي المشاهدين خلينا انتقل على الوصفة الحلوة اليوم هيك سريعا برجع بذكر وبقول انه اليوم حبيت اشتغل بالخبز الطري يعني جبنا حيالة نوع من الخبز الطري يلي قطعته مثل ما عم يشوفوا ومثل ما شفتي تينا انه من هون بعده متماسك ولا بدي حطه حيالة نوع من الشوكولا السائل أو الجناش بدنا نحشي فيهم وصفتنا بهيدي الطريقة يعني بدي فوالا كما هون عم بيشوفوا فوالا كتير مهم إنه نفتحهم نحشيهم شوكولا هيدي وصفة الصغار بحبوها كتير الصغار والكبار والكبار أنا بكل صبحياتي بعملها فوالا بدنا نضعها هون بعد شي هيدي صح فوالا هون فينا نشتغل أكيد أنا عم بشتغل بالشوكولا الأسود واليوم بدي أقول للمشاهدين إنه في أشتغل بالشوكولا اللايت هيك لنشجع شوي هلا هون في عنا بيضتين كاملين مش صفر بيض بيضتين كمين ضفنا لهم شويه من الفاني وشويه من الكريم فريش اليوم بدي اقول للمشاهدين يعني مش اكثر من نص كوب تينا فوالا بعد شوي فوالا هيدا مزيج البيض مع الكريم فريش بدنا نخفف النار يمكن فينا خفيتها اه لنفتكر استوت استوت خلينا نضيف شوية كريم فريش فوالا لكن حطينا 2 صفار بيض مع نص كوب من الكريم فريش وشوية من الفاني شو بدي أعمل؟ بدي أوضعهم عليها كمان بدي أفتحهم شوي تينا تعب ساعدك انا بالبيت فوالا بالسكين شوي مش اكثر من هيك بدنا نشهل شوي لنقدر برجي المشاهدين هيدي بدها تفوت على الفرن مش هيك؟ هيدي بدها تفوت لمده نص ساعه على الفرن هيدي فينا نقطعها وقتها تخلص
ونقدم حدا آيس كريم على فاني. هيكتفي هون تينا هندخلها على الفرن تهيك نلحق نفرجي شوي. كتير مهم انه نسكرها ولا وندخلها لمدة نص ساعة حسب الفرن. خلينا نرجع هيك سريعا إذا عنا شوية وقت لنفرجي بس لأنه أوكي. لكن من بعد ما وضعنا وصفتنا بقلب الفرن شلناها بدنا نوضع شوية من الجبنة. فوالا هنكتفي نكفي وحدة لضيق الوقت. هنحط صوص روج. هيدي الصلصة زدت لها شوية من الزيتون والحبق. لكنها جبنة لحمة صوص طماط ومنرجع منا نسكر عليها بالألومنيوم قبل ما نرجع نرد على الفرن. نرجع منختم بجبنة كمان جبنة على الوجه. حلو. رح ندخل الخبزة على الفرن لما نرجع على التيستينج بتكون خلصت ومندوق سوا. خلص للا ما تعذبي بلا زينة. أنا هيدا عقدة يعني الحبق شي مقدومة بيتزا بالخبزة فينا نقول لأن الحشوة كتير قريبة لحشوة البيتزا. ستيك ساندويتش كمان أو ستيك ساندويتش كمان. خلص خلص دلال ما تعز بقلبك. إيش ضيع وقت دلال. خلص ولو ما رح نرجع نشيلهم كله. داي نايس ما هيك يا توني البندورة المجففة بس صعب شو قصة قصة وأكلة وأكلة ويلا ليكي كتير مهم إنه تسقع شوي. لا إيه أفضل يمكن حتى تضلها هيك دقيقة يعني كده شوي تسقع هيك تنقدر نقصها لما يقشطوا اللحمة والهيك لأنه الجبنة بعدها كتير زايبة هلا فوالا يعني بدها شي دقيقتين ثلاثة بس خبريني شوي عن الصوص دلال شو حطينا الصوص. ليكي عملنا صوص روج يعني صلصة الحمراء يلي كل ست بيت تشتغلها ببيتها وتستخدمها رانيا أكيد بتعمل وبتحط بالفريزر صح عنجد؟ دلال بس سوري الصوص روج بينحط لها بصل او بس توم بصل وتوميتو بصل الاثنين يعني احنا بنشتغلها يعني بنجيب 2 كيلو من البندوره الحمراء يلي ما بنقشرهم يعني هيك بيرتاحوا شوي ستات البيوت مزبوط اقل شغل شغل بنقطعها اربعه بنوضعها بطنجره بنضيف بصله مقطعه اربعه حصين من التوم بنضيف البصل على البندوره مش من على البصل يعني بصل توم بندوره عود قرفه ورقه غار شوي من السكر ملح
شو ستيب بهار ابيض كل هول مقادير ملعم الزبده رانيا سكري ديليك بعرف ما ناطرتها انا هيك الوحيده اللي بتخلي الصوص تتماسك مع بعض مع كل هول مقادير بنمزجهم سوا بنغطي الطنجره بنوضعهم على نار خفيفه لمده 15 دقيقة حسب البندوره وقسوتها نرجع ما بدي انسى انه بنشيل عود القرفه ورقه الغار ما بطعمه معهم صح نرجع بنطحن كل المقادير سوا انا شخصيا بكل فريزر عندي يعني اذا بدي اعمل بيتزا بشيل بحط شويه زعتر بشتغل فيها بني حتى اليخينة يعني بتعمل بازيلا او حي الله شيء اذا ضفتي شويه كمان من الصلصه الحمراء كمان بتعطي نكهه طيبه حتى المعكرونه يعني سباجيتي يعني بنحط البندوره مثل ما هن مثل ما هن شو حلوه بكره ربعه هيدي احلى خبريه اليوم هيدي السهله والسريعه بقى اليوم بالخبز اليوم حبينا يكون هار خبز رانيا وطيبة كمان فدخلنا الصوص هون كمان مثل ما سبق وحكينا انه جبنا الخبزة فضيناها ضفنا لها شوية من زيت الزيتون بقدونس شوية من الثوم المفروم او الثوم البودرة رجعنا لوحنا الخبزة خلص لك يا دلال تبولو ليك مش المسلم الخبزة كمان يعني ما في خبزة ما لوحناها رجعنا دخلناها على الفرن لمدة 5 دقائق على جنب اشتغلنا يوم حبيت اشتغل باللحمة الفيلية المقطعة مثل الشاورما يعني لوحناها على نار بس بلا بصل وثوم مثل رانيا لأنه رانيا حتى وحنا بتضحك بتسمع توح قلت هيك عم بتلوحي لحدا وصفتنا مختلفة كمان يعني خرج هيك صغير شو الجبنة اللي حطينا؟ خرجوا درينك خرجوا سناك حطينا الموتزاريلا مع الجرويير يلي مزجناهم سوا فينا نضيف الدرايت يعني بعدها 5 دقائق بتدوقوها بتكون هيك سقعت طب اعطينا صوت يلا جيب الشوكة بنجرب القص هلا؟ بعدين ما بدنا ننسى قبل ما نختم كمان مظبوط الديسير اشتغلنا بديسير طيب كثير يعني بدك بعد بس ما رح تذوقه رانيا لا بلا يلي كمان جراتيني مع الشوكولا والبيض والكريم فريش او الحليب هيدي هي بحب البيض بالحلو ما بتحسي لا ما بتحسي بنحط الفاني معه لحتى ما ما بتحسي فيه ابدا كمان من الوصفات طيبه كثير يعني كمان بنشتغلها بالصبحيه بغدا شيء شرير بعشاء وننقرا هيك شو بدك نقص ولا كيف بدك يلا ايه فينا نقص بدنا سكين سكين قوي بس بتكون سكين سكين بقى بما انه رح جيب لكم هيدا ايه هيدا نقص فوالا بلش من هون من النص المفروض تكون تسقع اكثر شوي لنقدر هيك فرجينا قلبها الكاميرا عندنا بتجنن ولا جاهز هيدي اكيد بدها تتاكل بالايد رانيا تتاكل بالايد بس ما بتنفع دقيقتين هيك لنقدر ناكلها على الهوا صعب شوي لا بدي اجرب انا قصة شفتي كيف تينا هيك لنجرب نعمل شيء ثاني ولا اوكي إلي شو رايك نقصها؟ نايس إلي نقصها يا إلي ها؟ هلا لا بتنقص سهلة دلال ايه ولا يا دلو فينا ناكل ستيك بلا الخبز انه دايت وهيك حلو بس هي طيبة مع الخبزة حلو انه هيك اخذ بعضها هي اللحمه مع صوص طماط والجبنه طيب فينا نضيف الحبق بقلبها فينا نضيف حيلا شيء شويه من الاير دو بروفانس اوريجانو حيلا شيء نحن بنحبه يعني فينا نضيفه هيدي هيك بناكلها يعني هينه فينا حتى نقدمها على بيكن سلاد فيت يعني اليوم بنشتغل بايسبرغ بيرولا روسا بس سلطه خضراء بس اكيد مع صوص وناكلها عليها ثانك يو دلال